كمان يا احمد، مجموعه من الاخبار اللي امبارح حصلت وخلينا نتكلم عن ابرزها واهمها. تاكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ان في فرصه حقيقيه لنمو اقتصادي عالمي اخضر، والفريق اسامه عسكر التقى بقائد الحرس الوطني القبرصي، واقبال كبير على شوادر كلنا واحد للحصول على السلع باسعار مخفضه، واخبار تانية كتير هنستعرضها في سياق التقرير اللي جاي. مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه في فرصة حقيقية لنمو اقتصادي عالمي أخضر، وإن مصر بتتطلع لاستكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء من خلال دفع وتشجيع المزيد من الأفكار المبتكرة لضمان استدامة مواردنا، وإن الشركات البريطانية ممكن تلعب دور محوري مهم في تحقيق هذا الهدف. وقال رئيس الوزراء أثناء كلمته خلال لقائه بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال اللي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إن بريطانيا شريك استراتيجي رئيسي لمصر، وأشاد بدور الجمعية المصرية البريطانية ومجتمعات الأعمال في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة. امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل انفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 19 ولحد 25 نوفمبر، واللي بتتضمن الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على ضريبة الدخل بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وشددت على إنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بقانون بيوافق عليه مجلس النواب، وإن الدولة بتسعى لاستقرار السياسات الضريبية بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى الفريق ديموكارتيوس زيرفاكيس قائد الحرس الوطني القبرصي والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً في زيارة رسمية، حضر خلالها المرحلة الرئيسية لفعاليات التدريب المشترك ميدوزا 12، وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية المختلفة. امبارح وصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة رقم 23 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللي من المقرر إنها تستمر لحد آخر شهر نوفمبر الجاري لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة وصلت ل 60% بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية. يمكن من المبادرات الهامة جداً اللي موجودة ومحتاجين تكثيف منها في الفترة دي مبادرة كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية، لأن زي ما سمعنا في التقرير هي بتقلل السلع عن مثيلاتها اللي موجودة في الأسواق بنسبة بتصل ل 60%، ويمكن ده هو هيكون حائط الصد المنيع اللي بيتصدى لجشع التجار اللي بيستغلوا فكرة الظروف الاقتصادية العالمية، ونحط مليون خط تحت العالمية علشان يغلوا السلع، لأن أصبح دلوقتي عندنا كل يوم بنلاقي محل بيزود السلع يعني بشكل مختلف يوم عن الآخر، وتلاقي المحل اللي جنبه مثبت السلع في حالة من حالات عارفة ضعاف النفوس، اللي هو طبعا استغل هذه الأزمة. بس عاجبني برضو في الفترة دي تحديدا مؤخرا، ويمكن أنا لمست ده عندي في أكتوبر، لقيت إن في حملات مكثفة جدا بتبقى موجودة دلوقتي يوميا، والتجار المخالفين أصبحوا عند الناس معروفين لجهاز حماية المستهلك حقيقي. أصبح بينزل ويفتش، والتاجر أول ما بيعرف إن جهاز حماية المستهلك موجود بيقفل المحل، فده بيخلي المواطن يعني كل اللي موجودين في المكان اللي بينزل فيه خلاص أنا هإكس على المحل ده، أنا مش هشتري، لأن هو عارف إن هو مخالف، هو قفل عشان خايف، فأصبح عارفة نوع من أنواع الرقابة اللي بتحصل، محتاجينها برضو في الدور ده في أو في الوقت ده تحديدا، زي ما محتاجين يعني هذه المبادرات الخاصة بتخفيض الأسعار تحديدا.
طيب خلونا نروح لأخبار تانية، وهي أخبار محافظات، لأن زي ما احنا عارفين أن محافظات الجمهورية بتشهد أحداث وأخبار مختلفة على مدار اليوم. يمكن أبرزها ما حدث بالأمس من تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بمراكز أشمون والشهداء في محافظة المنوفية، وكمان صحة المنيا قدمت الخدمات الطبية العلاجية بقرى جبل الطير والبحرية وانطلاق فعاليات المؤتمر الأول لأطباء النساء والتوليد في صعيد مصر. وبالتأكيد في أخبار تانية كتير هنتابعها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار المهمة، أبرزها أن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وضح أن إجمالي عدد مشروعات مبادرة حياة كريمة في قرى مراكز أشمون والشهداء وصل ل 1251 مشروع خدمي وتنموي في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية بنسبة إنجاز وصلت ل 76%، وشملت 837 مشروع بأشمون بنسبة تنفيذ 74% و414 مشروع بالشهداء بنسبة تنفيذ 80%. كمان الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة في محافظة المنيا قال إن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية جبل الطير البحرية بمركز سمالوط خلال يومين، وتم الكشف الطبي على 1894 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة بالمجان وتحويل الحالات اللي محتاجة تكمل علاجها للمستشفيات. الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر شهد فعاليات المؤتمر الأول لأطباء النساء والتوليد في صعيد مصر بالأقصر بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للرعاية الصحية وجامعة الأقصر ونقابة الأطباء واللي بتنظمها المؤسسة المصرية لطب الجنين. اللواء خالد شعيب محافظ مطروح افتتح معرض الصناعات الحرفية والتراثية بحضور الدكتور عمرو محسوب رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح وشيوخ قبائل واحد سيوة والشباب العارضين في مركز الصناعات الحرفية بسيوة. الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج تابع بدء زراعة تقاوي محصول القمح عالية الإنتاج على مساحة 40 فدان بمزرعة الكوثر ومزرعة مقر الجامعة الجديد بمدينة سوهاج الجديدة التابعين لكلية الزراعة، وتم زيادة مساحة المحصول من 20 فدان السنة اللي فاتت ل 40 فدان السنة دي. الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أكدت تكثيف الجهود لمواجهة آثار سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بكافة مدن ومراكز المحافظة، وأوضحت نائب محافظ البحيرة أنه تم الدفع بأكثر من 1300 معدة وطاقم فني بالإضافة لماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات مياه الأمطار. الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية افتتح المعرض الخيري اللي بتنظمه الكلية للطلاب تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية وبالتعاون مع رابطة الخريجين بالكلية، وهتستمر فعالياته لحد يوم 20 ديسمبر القادم. بيتضمن المعرض كتب علمية وتاريخية ومشغولات جلدية وأعمال يدوية متنوعة وإكسسوارات بسعر التكلفة. ديوان عام محافظة دمياط أعلن طرح عدد من الوحدات السكنية بمساكن شطا ودمياط للبيع، وده في جلسة بالمزاد العلني يوم 13 ديسمبر.